البوليس اللي شافت من 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 حالنا اتجهت لعندنا وكنشكروها بزاف. وحنا راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه متضررين راه بزاف، راه السكينه متضرره بزاف من هاد المقلع هذا اللي متواجد بجماعه افلندرا دوار الرباط اكديس قياده تنسيفت عماله زاكوره، وكنتضروا من 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 الغبره ومن ومن ومن, ومن الشاحنات المتنقله اللي سميتو الاحجار المتكسره هنا وبزاف، و60% و60 وجرف التربه اللي وقع. اخويا حط لينا طم كسور حدا التيران، مراد الجبل التيران هو قدامك، دار لنا هذه 4 سنين ولا 5 سنين تقريبا باش يحولونا يحيدونا من هاد التيران المتنافس الوحيد ديالنا. داو لينا التيران لتحت تحت وحاطين لينا التيران وسط الواد. وسط الواد اشنو غيوقع لينا؟ زعما داك التيران اللي حاطين وسط الواد، هذاك الشيء اللي وقع في تارودانت، اجي الواد غيدينا كاملين، غيخلي حتى واحد. هذاك الشيء اللي وقع وحنا مضرين هنا في التيران هذا، مضرين الغبار اسميتو، الشاحنات، الصدع ديال الشاحنات اسميتو. كيفاش بغيتو هاد الشباب هادو ما يبعدوش على، كيفاش بغيتو هاد الشباب يبعدوا على المخدرات وعلى التدخين وعلى سميتو؟ هاد الناس اللي مسؤولين على البلاد الله يهديهم، راه تعدوا الحدود والارض كيعطوك البقعه وكيمشيو كيعطوها لواحد اخر، هادشي راه ماشي معقول. والغبره ديالكم كاسور كتجينا حتى للدار ومرضتني انا حاليا، انا كنكحب وعندي الدريه فيها الحساسيه على قبل هاد الغبره والله يهديهم، باش يشوفوا فينا كما كيشوفوا في راسهم يشوفوا فينا حتى حنايا، ماشي غير هما كيشوفوا في راسهم ويخلونا حنايا. والنسيم ديال النخل كيموت لينا النخل دابا. قبيله قلتي لي بان راه كطلع النخله كيتسع عليك، تسع عليك الغبره من الفوق. وكتنعس في السطح في الصيف، وكتكون ملي كتسوس ليزار بحال كاينه الزبعه، بحال الا الزبعه. قلتي بان النخله الام ديالك. النخله راه الام ديالنا، كيفاش عاشوا عليها جدودنا وعشنا عليها حنا، وكنعيشوا بها ولادنا دابا، ولادنا غادي يعيشوا بها ان شاء الله، وهادو غادي يقتلوها لنا في ظرف عامين ولا 3 سنين، غادي يموت كل شيء وحنا ما نعرفوا فين غادي نتجهوا، فين غنمشيو، شكون اللي غادي يقبل علينا وشكون الله اعلم. راه حنا راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه حنا متضررين بزاف، نكنيكو دوار الرباط نتضرى بزاف، نسكر النجداس المسؤولين والكغي سقساو ديان، نسكر النجدة الوزير الداخلية ورقي سقساو ديان ار نطلب سيدنا الله ينصرو ان طلب اي زرق الحال تنغم كتدلي تتعدى نسير مدنيد، لا حول ولا قوة الا بالله، انا مدنيد اللي سكرني هاد المقلع تتعدى نسير. والسلام عليكم ورحمة الله. حنا كنشجعوا الشباب كرياضيين كمسؤولين جمعية رياضية، بغيناهم يتعلموا الرياضة ويوصلوا لواحد المستوى في الرياضة باش تولي الجمعية ديالنا حتى هي معروفة. وهما جاو حاطين لنا طام كسور هنايا قرب التيران، انت كتشوف كلشي، شتي كلشي على عينك. رسالتك للمسؤولين؟ الرساله الاخيره كنتمنى يدخلوا المسؤولين، كاع اللي مسؤول على شي حاجه يدخل ويشوف في هذه القضيه هذه. حالتكم هي حالتنا راه كتشوف فيها، جاي من الخدمه نيشان، عرفنا بلي كاينه القناه، جينا نيشان لهنا من الخدمه لهنا نيشان، محتاجين صوتكم يوصل، محتاجين الصوت ديالنا يوصل. وكنقلبوا شحال هادي كنقلبوا اللي يوصل لنا الصوت ديالنا. ودابا كنشكروا قناه نيوز بليس اللي جات لعندنا وكنشكروها بزاف. اسميتو وهاد الكياس كيمشيو كيبيعوه هما، اسميتو هاد اللي كيقول لك راه كاين الصندوق ديال القبيله ما كاينش، الله يرحم الله يجزيهم بخير ويورونا اسميتو. قال لك راه عندنا الصندوق ديال القبيله ولكن ما كاينش، فينا هما هاد الفلوس؟ هاد الفلوس اللي كيشدو هما فين مشاو؟ كيقول لنا راه كاين الصندوق شي حاجه ما كايناش، ما شفنا والو، والله يهديهم. هادوك كنقول لهم يعتبروا بنا كما كيعتبروا براسهم، يعتبروا بنا حتى حنايا
الله يجزيهم بخير والله يكثر خيرهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.